اهلا بكم مشاهدينا في فقرتنا الاسبوعيه اللي نتكلم طبعا من خلالها عن العلاقات الزوجيه والعلاقه ما بين الذكر والانثى. لكن مشاهدينا، هل فعليا ممكن يستمر الحب لاكثر من 30 سنه؟ طبعا البعض استغرب هذه الفكره وقال ان الحب ممكن يستمر 5 الى 10 سنوات وبعدها يكون تعود، لكن بحسب ضيفنا فان الحب اعمق من ذلك بكثير. والتفاصيل مع طبعا ضيفنا دكتور فهد المنصور، استشاري الطب النفسي والاسري. مساء الخير دكتور. مساء النور لكل المشاهدين. دكتور، فعليا هل الحب ممكن ان يستمر لاكثر من 30 سنه؟ وكيف تتطور هذه العلاقة؟ نعم، الكثير من المشاهدين والمشاهدات لما يسمعوا كلمة حب يأتي في بالهم هي فقط الكلمة كلمة حب المراهقة وحب الشباب، اللي هي المشاعر الجياشة تجاه الطرف الآخر أو الشريك الآخر. لكن الحب بين الزوجين هو أعمق من ذلك بكثير. الحب هو رعاية، الحب هو اهتمام، الحب هو مودة وتقارب وخوف على الطرف الآخر. عندما يأتي هذا الزوج أو هذه الزوجة عندما يمرض في منتصف العمر أو في عمر متأخر، كيف أن يخاف الطرف الآخر، أن يخاف عليه ويهتم فيه ويرعاه ويكون له، ويحس الطرف الثاني بالأمان مع هذا الطرف، أنه لو صار له لا سمح الله مرض أو أقعد لأي سبب من الأسباب، أن هذا الطرف سيستمر معه وسيستمر في رعايته وسيستمر في ما يسمى الإخلاص لهذا الطرف. فالحياة الزوجية إذا ما لم تقم على الحب ستكون عرضة لأي اهتزازات تمر بها. الحب هو اهتمام، فلا حب يعني بلا اهتمام، ولا قرابة بلا اهتمام، ولا أيضا زواج بلا اهتمام. فالرعاية والاهتمام هي الأساس في الحياة الزوجية، وهذا سر استمرار سنوات الزواج لسنوات طويلة عند كثير من آبائنا وأمهاتنا لسنوات طويلة، ويكون بينهم مودة ورحمة. وليس بالضرورة أن تكون هذه المشاعر على شكل كلمات تقال أو على شكل يعني هيام، لكن هناك أيضا وسنتكلم عنها في هذه الفقرة، هناك بعض النصائح التي سنقدمها للزوجات والأزواج لكي تستمر هذه الحياة الزوجية بحب ووئام طوال فترة حياتهم. طبعا دكتور، لكن بحسب بعض الدراسات ان كل 5 سنوات هي معدل 3 إلى 5 سنوات يمر الزوج او الزوجه بحاله من الملل. وبصراحه الدنيا تغيرت، يعني قبل كانت الناس اختلافها احتكاكها او اطلاع على العالم الخارجي مختلف، الان في مجال انك تطلع وتتعرف بشكل اكبر. يعني كيف نبعد الملل؟ يعني بصراحه تكون مع شخص لمده 10 20 30 سنه امر مو سهل. يعني احد الاخوان في العياده قبل عده اسابيع تكلمت معه في هذا الموضوع، فقال لي نعم ساجدد حياتي الزوجيه، كل 5 سنوات ساجلب زوجه جديده. يا ساتر. فهذا الامر ليس بهذه الطريقه، لكنه نكسر الروتين. نكسر الروتين، مثلا المراه في البيت مثلا تحاول تكسر الروتين باشياء كثيره، تغيير طبخات الاكل المعتاده، تغيير اثاث البيت، تغيير مثلا غرفه النوم من مكان الى مكان، او حتى شراء اشياء جديده من فتره الى اخرى. ايضا الزوج يقدم لها مثلا كل فتره وفتره مثلا يختلون ببعضهم في سفره قصيره الى مكان هادئ بعيدا عن الاولاد طبعا اذا كانوا كبروا يعني في عمر متاخر، لكنه يقدم لها التغيير ويكسر الروتين حتى لا تمل الحياه الزوجيه. ايضا الاهتمام بادق التفاصيل وبمشاعر المراه من قبل الزوج، عندما الزوجه تقوم مثلا بتعطير فراش النوم او تقوم مثلا بوضع ورود او روائح زكيه، ان يبذل الزوج اهتمامه بهذه، لان الرجل هناك اختلاف ما بين يعني نفسيه الرجل ونفسيه المراه في الاهتمامات. ايضا اذا تكلمت المراه عن احتياجاتها واهتماماتها واشياء لا يقلل من شانها ويقول انا وش دراني مثلا في الطبخ، انا وش دراني والله بالحاجه الفلانيه. لابد أن يشارك هذا الاهتمام، أيضا أن يخصص لها وقتا. بعض الأزواج وبعض الرجال للأسف أن الزوجة أصبحت جزء من الممتلكات، ليست ذات أهمية وليس لها وقت يخصص لها. الوقت يمر في الأعمال وبعدها بالأصدقاء وبعضها، أيضا لو كان في البيت جزء من وقته سيكون لجلب الأغراض المنزلية أو الاهتمام بالأولاد أو بمتابعتهم. لكن الحياة مشتركة، الحياة حتى مراعاة لمشاعر الطرف الآخر. إذا جاء الزوج من عمله متعب مرهق فلا معنى للمرأة أن يعني تداري شعوره وتسأل بحنية ما الذي يعني أشغله وتشارك بعضهم، حتى لو كانت غير متخصصة في مجال عمله. يعني ما يسمى الاهتمام المشترك بين الزوجين. أيضا هناك عوامل أخرى، يعني مثلا عدم النقد المباشر للطرف الآخر، الانتقاد والاستمرار في انتقاده، الاستمرار في التعليق على شكله. أكيد أنه بعد عمر معين من الزوجين سواء الرجل أو المرأة أنه تتغير حتى أجسادهم من ناحية الكبر بالعمر، لا يعلق الطرف الآخر والله أنت مثلا كبرتي أو أنت وصلتي العمر فلاني، أنت مثلا حتى الرجل أنت سمنت وطلعت لك مثلا كرش مثلا. فهذه الأشياء تقلل، لكن هناك ما يسمى أحبك بكل ما فيك، أنا أحبك لأنه أنا أحب روحك، أحب قلبك، أحب الرجل الذي أو هذه المرأة التي استمرت معي وصبرت علي طول هذه السنين. مشكلة دكتور أن يعني
الرجل بالنسبة له الكرش يعتبر وجهها، دائما في مبرر للرجل، لكن نعم. بالنسبة للمرأة أنها ما تحافظ على وزنها، أو بناحية أخرى أنها تعرف كيف تودي فلوس زوجها للأسف. لكن دكتور اسمح لي، أنا هذه يعني الجملة تحديدا بقرأها حرفيا. أحد الأزواج كشف أن سر ساعته مع زوجته بعد 30 سنة أنه قال أفضل أن أسعد زوجتي بألف طريقة عن أن أسعد ألف امرأة بالطريقة نفسها. السلام. ليت الرجال كلهم هذا المثال موجود؟ نعم. موجود كثير حقيقة، بس لكن بعض الرجال وعندهم من هذه المشاعر لكن لا يستطيعون التعبير بها. في مجتمعاتنا الشرقية وخصوصا الخليجية التعبير للرجل يعتبر يعني مسبة أو عيب، أنه يتعبر عن مشاعر الحب ومشاعر اهتمام لزوجته. يعني هذه الأشياء لابد أن يعني خلينا نقول لك أن يعني تعاد صياغتها بطرق مختلفة. الزوج في 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 مثلا في عمر متقدم أو الزوجين في عمر متقدم، هذه الكلمات تكون أقل شأنا من الأشياء الفعلية. عبر سنوات طويلة 20 سنة أو 30 سنة من الزواج تحدث هناك وئام وتقارب بين الزوجين، ليس بالضرورة أن يكون بكلمات الحب، ولا نعني بذلك أن لا أنها ليست مهمة. لابد أن الزوج والزوجة إذا كانوا أصحاب وعي في هذا المجال، أنه أحيانا يعني يهمس لأذن زوجته بكلمات حب، أو هي تعزز من رجولته واهتمامها فيه ويعني اعتزازها فيه في هذا من فترة إلى فترة. طبعا هناك أشياء بسيطة جدا لو أدركوها الزوجين لاستمرت الحياة الزوجية، مثلا اهتمام بأهل الزوجة إذا كان الزوج، أو العكس تماما من الزوجة تهتم بأهل الزوج، تقديرهم، إهدائهم بعض الهدايا طبعاً. احترامهم أمام الطرف الآخر لا يش يعني يقلل من شأنهم أمام الطرف الثاني، أيضا مشاركة الأولاد في التربية من الطرفين، أيضا أن يعزز الوالد أو الزوج احترام أولاده للأم، اسمعوا كلام أمكم، أو إذا قالوا مثلا أمر معين طيب الوالدة وش قالت لكم، أمكم وش قالت لكم، يعني حتى يكون في توازن في التربية ويكون الاحترام حتى من قبل الأطفال في توازن معين. تعرف دكتور أكثر شيء أحس أننا في عالمنا العربي نفتقده، وهذا طبعا بناء أيضا على بعض الإحصاءات، أن الرجل والمرأة إذا كبروا بالسن حتى خلال زواجهم يصير عندهم نوع من الصعوبة في التعبير عن مشاعرهم، بمعنى آخر تصير في تحفظ أكثر، أو ثقافة نعم. العيب تكبر أكبر مع هذان الزوجان عكس المتوقع. نعم. هذا ما نسعى له في هذه البرامج، أن نعزز الثقافة الزوجية والأسرية في مجتمعاتنا. لا يمنع الرجل حتى من المرأة أن يسألها ماذا يمتعك مثلا في أشياء كثيرة في حياة الزوجية، ماذا تستمتعين به مثلا بأشياء معينة، حتى يأخذ رأيها في أشياء تخصه مثلا، حتى في لون سيارته إذا أراد يشتري، أيضا حتى في طريقة التعامل مع الزوجة، في طريقة مثلا أعطاء الأوامر، ألا يعطيها كأوامر الرئيس للمرؤوس، أن يعطيها بشيء من الحنية وشيء من اللطافة، يأخذها باعتبار. أيضا أمر مهم جدا الغيرة، الغيرة مهمة جدا في تزعزع الحياة الزوجية. بالأمس فقط بالأمس حضر لي بالعيادة زوجين بالستين من عمرهم، يعني لا زالت الشك والغيرة موجودة فيهم حتى أن الزوجة جاءت تشتكي لزوجها بسبب غيرتها من شغالة سريلانكية. فبهذه الطريقة في هذه الطريقة يكون الغيرة مرضية، طريقة مزعجة. لابد أن تكون الغيرة إذا زادت عن حدها، طبعا قليل من الغيرة مثل البهارات في الأكل، قليل منها نعم يكون يعني يكون منها يعني عبارة عن رسالة. بعض الأزواج أو بعض الزواج أو زوجات يرسلون رسائل مبطنة للزوج بإثارة غيرتهم لأجل رسالة يعني معناها اهتم بي. فلكن إذا زاد الأمر وأصبحت حديث اليوم وأصبحت شكوك، وأين ذهبت ولماذا تكلمت مع الخادمة ولماذا ذهبت مع فلان ولماذا تكلمت مع امرأة مثلا أخرى أو كذا، لا يكون هناك، لابد أن تقوم الحياة الزوجية على الصراحة والوضوح. نعم. وأيضا الصدق، إذا تعودوا على الصدق من البداية قامت الحياة بطريقة سليمة. أكيد. طب دكتور أخيرا نصيحة سريعة، لأن مثل ما ذكرنا وقلنا في البداية 30 سنة ليست يوم أو يومين، كيف نحافظ على الحب وليستمر خلال هذه السنوات؟ دائما نصيحة الأبدية للزوجين أنه للزوج عزيز الزوج، الزوجة هي أولى بكلمات الحب والمشاعر اللطيفة من الأخريات. أيضا للزوجة أعطي زوجك قليل من المساحة ليتحرك وليتنفس. إن شاء الله يسمعوا دكتور، شكرا على النصائح. دكتور فهد المنصور استشاري الطب النفسي والأسري، دائما سعيدين بحضورك معنا وبالنصائح اللي تقدمها لنا. ومشاهدينا الكرام طبعا مثل ما ذكر الدكتور دائما يكون في نوع من البهارات، لكن ما تزيد زيادة عن اللزوم، يفترض يكون في ثقة بين الزوجين، وحاولوا تاخذوا الأمور ببساطة وسعادة، حبوا بعض. مشاهدينا مستمرين في سيدتي، لكن أكيد بعد الفاصل. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. في سيدتي بعد الفاصل. امرأة الأسبوع، أول إماراتية تترأس شبكة سويدية لتنمية المرأة.